فن. عطوكم رخص البلدية تعملوا البناء بالضبط. احنا عملنا على كود البناء العماني، صار في تشابتر للبناء بتقنية 3D printing ايضا في المملكة العربية السعودية، وفي دبي صار في كود للبناء. مرحبا وسهلا، اخباركم؟ اهلا وسهلا، اخباركم طيبين؟ ستاندرايزد يعني يصير، صار في ستاندرد، هو مش 100% يعني، ما زال هو هايبرد. السقف مثلا لا يطبع 3D، السقف يبري فعلا، القواعد غير مسموح لنا نطبعها 3D. فحاليا في السلطنة في المملكة العربية السعودية نبني بتصاريح مؤقتة، وان شاء الله قريب يصدر كود البناء الخليجي الموحد اللي يكون يسمح بالطباعة 3D للمباني. شنو اللي جزء من البناء اللي مسموح به يكون 3D؟ حاليا مسموح بالهيكل بالكامل، الهيكل عدا السقف والقواعد والانفراستراكشرز، هو الشيء الوحيد اللي ما مسموح فيه، اتوقع يسمحوا فيه 2025. تنتجون يعني تصنعوا في اون سايت ولا في ترانسبورتيشن؟ نفضل يكون اون سايت، في بعض الحالات اذا كان مشروع كبير في منطقه نائيه ممكن يكون بريفاب يشحن الى الموقع. يشحن الموقع. okay. طبعا شركتنا ايش اللي عملنا، احنا صورنا الطابعه، صممناها، برمجنا الطابعه وصنعنا، فهي صناعه محليه. الطابعه ديالكم؟ الطابعه خاصه فينا، فبراءه okay. الاختراع معنا هي في الطابعه okay. بنفس okay. حصلنا على 3 براءات اختراع في الماتيريال. حجم الطابعه، حجم الفيلا الخليجيه، احنا في الخليج غالبا 600 متر مربع حجم الارض okay. وثلاث ادوار، فصممنا الطابعه تبني 3 ادوار 600 متر مربع okay. عشان نغطي السوق الخليجي بشكل عام. ازاي انت اقل بالكوست من النورمال بيلدينج؟ نتكلم عن 12 الى 15% تقريبا في المتر مربع مثلا، واسرع واسرع بكثير بكثير، تتكلم عن 6 اضعاف السرعه. انت اب تو سكيل صح؟ يعني اذا الارض 200 متر فيك تعملهم بالضبط. احنا ممكن نعمل اي شيء اصغر من 600 متر مربع لما صممنا طابعه هالحجم، لو حد طلب منا شيء اكبر ممكن نعمله، ممكن نصنع طابعه ثانيه. هذا الميزه اللي معنا، انه صنعنا الطابعه محليا. ممكن نعمل استاذي مده البناء، احنا نتكلم شهرين للفيلا 3 ادوار. واو. اذا فيلا 3 ادوار مشطبة من داخل ولا بس الاستراكشر؟ مشطبه بالكامل، تسليم مفتاح خلال شهرين. تسليم مفتاح، تسليم مفتاح خلال شهرين، حمام ومطبخ وبلاط بالكامل. 3D تقنيه سريعه جدا. آمين آمين. لقب السعودية ولا؟ إحنا معنا مستثمرين عمانيين وبحرينيين وسعوديين. إحنا شركة عمانية بحرينية سعودية. فشركة خليجية مقرنا في مسقط، معنا مكتب في الرياض. عملتوا مشاريع في الرياض؟ في الرياض إن شاء الله في ربع السنة الثاني في شمال الرياض بنشتغل على أكاديمية الدرون، نبني المبنى بالثريدي قريب من مشروع مكعب جنب مشروع ذا كيوب معكم. إن شاء الله نقابلكم في الرياض. إن شاء الله إن شاء الله. نشرف فيكم. شكرا. أحسنت جزيلا. أخوكم حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنو. طبعا أنا متواجد اليوم في مدينة مراكش بالمغرب الغالية علينا جميعا في مؤتمر القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. طبعا مشاركين حنا كقصص ملهمة، مهم جدا إيصال التجارب التي عشناها وخضناها في دولنا للعالم العربي جميعا. تجربة سنو كانت ليست تجربة عادية، واجهنا جميع أنواع التحديات، وهذا شيء طبيعي في ريادة الأعمال. رائد الأعمال ليس بالشخص الذي يعيش حياة طبيعية، هو يعيش في منطقة خارج الراحة، لهذا علينا أن نرتاح في منطقة خارج الراحة. ومرينا في تحديات من مقابلة أوائل المستثمرين الذين قالوا أن هذا المشروع سيفشل، إلين إغلاقنا مليار ريال قطري المعادلة 208 مليون دولار في سنة 2023 والله الحمد. اليوم نوصل هالرسالة لأننا نريد المزيد من رواد الأعمال في العالم العربي. شركة مثل أمازون سنة 2018 صافي دخلها أعلى من دولة مثل الدنمارك كالناتج الوطني. ريادة الأعمال ليست فقط مشاريع صغيرة، قد واحدة من هالمشاريع قد يكون جوجل مستقبل أو أمازون مستقبل أو مايكروسوفت المستقبل. والله يوفقكم جميعا أخواني وأخواتي رواد الأعمال، ما زلنا نبغي المزيد منكم بإذن الله تعالى. أتمان فتيحة، رئيسة سيدات الأعمال والمهن بالمغرب وممثلة مجلس سيدات الأعمال العرب بالمغرب ورئيسة اللجنة الثقافية والاجتماعية لمجلس سيدات الأعمال العرب. وجودنا اليوم، حضورنا اليوم في هذه القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحنا كذلك كانت منصة لتبادل الخبرات والتجارب في ريادة الأعمال. هذا قمة مهمة لجميع الأطراف، يعني كان فيها وجود ريادة الأعمال المغربية مهمة، وكيشرفنا احنا هذا المؤتمر اللي كانت قسموا معهم التجارب المغربية. منصف كتاني رئيس مؤسسة مبادرة الشباب والمقاولة.
المشاركة ديال مؤسسة مبادرة الشباب المقاولة في هذا المؤتمر اللي هو قمة عربية ديال المبادرات الشبابية حول رياضة الأعمال، نعتبرها يعني واحد المنبع أساسي من أجل اللقاء بين كل المؤسسات اللي تتشتغل في هذا الميدان. وهذه المبادرة في مدينة مراكش اليوم اللي تتحتضن هذا اللقاء نقدر نقول أنها انطلاقة متجددة وجديدة حول المبادرات ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأنه المقاولة الصغرى والمتوسطة في الحقيقة هي يعني الرافعة الأساسية لأي نمو اقتصادي جهوي وطني ودولي. وبالتالي تنعرفوا بأن في السنوات الأخيرة هناك مبادرات كثيرة اللي قامت بها الدولة المغربية، واللي يمكن اليوم تكون نموذج بالنسبة للدول العربية فيما يخص رياضة الأعمال، بحيث أنه هذه الأشواط اللي قطعناها يمكن لها تفسح لنا أنه الملتقيات اللي تنظم بالمغرب تصبح يعني مستقبلا مفتوحة على الدول الأخرى كذلك. فنعتبر أنها مبادرة رائدة ونتمنى لها كل النجاح إن شاء الله. مرحبا، معكم رند مقداد من الأردن، أحد مؤسسي مؤسسة خصل للتنمية والتدريب. إحنا مؤسسة بتهب بوريك الشعر الطبيعي لمريضات السرطان جراء علاجهم الكيماوي لحتى يحسوا براحة نفسية خلال تلقيهم العلاج بعدم شعورهم بخسارة الشعر. جاءت هاي الفكرة من عدة أفكار، لكن أنا ناجية من سرطان الغدد الليمفاوية حاولت أخلق جزء بسيط من المحنة إلى منحة التي تهب إلى مرضى السرطان وخصوصا مريضات السرطان. عندنا إحنا بالأردن المبادرة بدأت من 2016 وإن شاء الله هي مستمرة لتغطية ليست فقط مريضات السرطان وأيضا المرضى الذي يعانون من مرض الثعلبة وهو أيضا خسارة الشعر لكل أجزاء الجسم. هلا محفوظ، المدير التنفيذي لمؤسسة رفيق لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. كنت اليوم موجودة في القمة العربية للأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة عشان كمودريتر لحوار مع ريادي أعمال وقصص ملهمة، حكوا عن تحدياتهم وركزنا على تعزيز نقاط قوة ريادة الأعمال في الوطن العربي وقديه موجود دعم، وقديه كمان بالنادي لوجود دعم للشرائح الأكثر عرضة للانتهاك مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. القمة مليئة بريادي الأعمال وقصص النجاح الملهمة وفرصة للتشبيك لمختلف الأصعدة.